بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا كلنا عارفين ان ايران بتقول ان هي دولة الممانعة، وان هي ضد الصهاينة، وان هي مع تحرير القدس، وان هي ضد الامريكان والوجود الامريكي في المنطقة، وان هي يعني زعيمة الممانعة، وكانت بالتعاون مع بشار الاسد قبل الثورة السورية بيدعم حزب الله في لبنان بحجة ان هو موضوع يعني موضوع ممانع وكده. هل هذا الكلام صحيح يا جماعة؟ هل يمكن الوثوق بهذا الكلام؟ في الحقيقة في امور حصلت ولكن تفسيرها مش زي التفسير اللي ايران بتفسره. فليه هي ايران عملت كده؟ وايه هو موضوع ايران من الالف الى الياء عشان تبقى فاهم ايران وفاهم ايه قصة الممانعة وفاهم هم بيتظاهروا بايه وفاهم الاهداف المعلنة وتفهم كمان الاهداف الخفية وتفهم حقيقة ايران في المنطقة. فخليك معايا. انتوا عارفين طبعا ان بعد الحرب العالمية الاولى بريطانيا وفرنسا سيطروا على العالم كله تقريبا، او على المنطقة بتاعتنا على الاقل، وعلى وخوفوا بقية العالم كمان، يعني كله بقى مرعوب منهم وكده. لكن خليني اتكلم على السيطرة بتاعتهم على المنطقة بتاعتنا. طبعا قسموا المنطقة زي ما انتوا عارفين، ومن ضمن الدول اللي تقسمت كانت ايران، ووقعت في حصة الصهاينة، لان محدش خد حاجة غير يا انجلترا يا فرنسا، والباقي كان يعني مطحون بمعنى الكلمة. والمانيا عشان يوافقوا لها على وقف الحرب اضطرت ان هي تتعهد بربع تريليون من الماركات الألمانية، ويقال انها كانت مقيمة ومربوطة بالذهب وقتها وكده عشان خاطر يعني توقف الحرب وكده. يعني محدش خد حاجة غير الصهاينة. طب ايه اللي خلى ايران ترجع تتمرد على الصهاينة، وكيف تجرأت على ذلك، ومين اللي دعمها على الموضوع دوت؟ الموضوع بسيط يا جماعة. اول شيء لما خلاص الحصة كلها وقعت بهذا الشكل، وإيران كانت زيها زي أي دولة في المنطقة وكله موالي للصهاينة، لكن كان إيران عندها حظ كبير جدا إن هي كانت مجاورة للروس. وطبعا الروس استشعروا الخطر الكبير، لأن هم لقيوا إن الأمريكان سيطروا على تركيا بعد الهزيمة في الحرب العالمية الأولى، وحتى كانت السيطرة شغالة لحد 2016، لحد ما الانقلاب العسكري في تركيا اللي هو عملوه فشل دوت، وتم التخلص من العساكر الترك اللي كانوا خونة اللي هم عملوا الانقلاب. خلينا نرجع لموضوعي. فطبعا الاتحاد السوفيتي او الروس عموما في الوقت دوت كانوا في اعتبارهم ان هم اتحبسوا في البحر الاسود، مش هيعرفوا يعدوا، لو حصلت معارك مش هيقدروا يعملوا حاجة، الاستيراد والتصدير بتاعهم في خطر، يعني هم روحهم اصبحت في يد الصهاينة. ففكروا ان هم يتوسعوا في المنطقة بشكل او باخر. وقع اختيارهم، كانوا الاول يفكروا في غزو تركيا، لكن لقوا يعني وجدوا يعني رفض كبير جدا من الصهاينة للموضوع ده، وانها تقوم حرب وكده. فقال لك ان احنا نستميل ايران. كيف نستميل ايران؟ وكيف الروس قدروا ان هم يخلوا ايران ان هي تغير الولائها من الصهاينة اليهم؟ اليك القصة يا ابو الشباب، ولكن بعد ما تعمل لنا اعجاب بالفيديو، والاخوة الجدد يشتركوا في القناة، والاخوة جميعا يفعلوا الاشعارات، ودعموا الفيديو بالمشاهدة للنهاية، ولو سمحتوا ساهموا في نشر القناة بين الاصدقاء، لان القناة بتتحارب، وهتكلم على الحتة دي في اخر الفيديو، وجزاكم الله خيرا. حظ ايران يا ابو الشباب ان هي جت مجاورة للروس، دي رقم واحد. ورقم اتنين ان الصهاينة خنقوا الروس، سواء الفرنسيين او سواء الانجليز، يعني الروس قال لك بقى يا روح ما بعدك روح، فلازم يكون عنده منفذ عشان يتحرك. طب مين اقرب منفذ يكون اليه؟ صعب طبعا ناحية البحر، بحر البلطيق والمناطق دي مسألة في منتهى الصعوبة. وبالتالي كان الخيار الامثل لهم هو ايران، لانه الغرب ممكن يعني مش هقول لك ممكن يتنازل عن ايران، الغرب مش عايز يتنازل عن حد، بس ممكن يجد صعوبة في الاحتفاظ بايران. فبدأت فعلا المخابرات بتاع الروس ان هي تلعب في عقول الايرانيين، ونجحوا بالفعل. وجاء اول رئيس وزراء، او ما كانش اول رئيس وزراء، اقصد اول رئيس وزراء انقلب على الصهاينة اللي هو محمد مصدق، اعتقد كان اسمه محمد مصطفى او مصطفى محمد مصدق او كده. ده اول رئيس وزراء ايراني راح انقلب على الانجليز وعلى الفرنسيين، وامم البترول
وقلب الطاولة على رؤوس المجتمع الدولي وكده، بدعم من مين؟ بدعم من الروس. ولكن اللي حصل ان الروس ما قدروش يحموه، يعني هم عملوا الشغل وهو وثق فيهم ان هم هيحموه كده، وكان من مصلحتهم على فكرة ان هم يحموه، لكن ما قدروش ان هم يحموه. الخلاصة، تخلص الانجليز من هذا المصدق بعمل انقلاب عسكري عليه بلواء اسمه زهدي او حاجة زي كده. الخلاصة، تخلصوا منه وانتهى امره وفشل الموضوع واحكموا السيطرة على ايران مرة تانية. لكن المخابرات بتاع الروس كمان ما سكتتش، لان بالنسبة لها الموضوع موضوع حياة او موت، يعني مش مسألة سهلة يا جماعة. المسألة مش سهلة لان الروس عارفين ان الانجليز والفرنسيين هيستعدوا وهيجيبوا جيوش وهيجيبوا جنود من اي منطقة تانية، وبعدين يبدأوا يخشوا ويفككوا الروس من جهة ايران. هم عارفين ان الانجليز والفرنسيين هيفكروا بهذه الطريقة، فكان الروس قال لك خلينا نلحق احنا نسبقهم، وان احنا ناخد الخطوة تحرير ايران من انياب الصهاينة، ونخلي ايران معانا وتبقى هي يعني تنقل ولاءها من الصهاينة، يعني من عبادة الصهاينة الى عبادة الروس. المهم، المخابرات الروسية ما يئستش وعملت المحاولة التانية، والمحاولة التانية دي كانت بيد شاه ايران نفسه. وشاه ايران الغرب انقلب عليه، لان شاه ايران اخذ نفس الموقف وحب ان هو يأمم البترول الايراني، ومش عايز يديه للشركات الأوروبية أو الشركات الإنجليزية أو الفرنسية بشيء شبه مجاني يعني. فالمهم، لما انقلب عليهم هذا الانقلاب كان بدعم من الروس أيضا، وكانوا الروس مطمنينه إن احنا هنقف معاك وما تخافش وخش في الموضوع، وانت اولى ببلادك وانت اولى ببترول بلادك. طبعا الروس بيعملوا كده، بيقدموا لايران خدمة كبيرة جدا، لكن هم مستفيدين خدمة اكبر منها 20,000 مرة، ان هم لما يكسبوا الولاء الايراني هيقدروا يوصلوا للخليج، يعني للشواطئ، يعني يقدروا يعملوا اسطول، يعني يقدروا يتحركوا في البحار، لان انا قلت لك حركتهم في البحر الاسود محدودة، والبحر الاسود شبه مغلق الا بس من هو مضيق البسفور اللي بيوصلوا ببحر مرمرة، يعني المسألة معقدة. ومضيق البسفور تحت السيطرة اللي هي الصهيونية في هذا الوقت، وحتى بعد ما يوصل لبحر المرمرة هيروح لمضيق الدردنيل اللي هو تحت السيطرة الصهيونية، يعني مخنوق من الحتة دي من الناحية العسكرية. طول ما الأمور المدنية شغالة، بيبيع ويشتري ويستورد ويصدر مسائل مدنية وسلع مدنية، ممكن الأمور تمشي، وبرضه هيضايقوه يعني هيبتزوه ابتزاز جامد، مش هيسيبوه في حاله. لكن في نهاية المطاف هتمشي الحركة الاقتصادية ولو شوية، لكن عند الأمور العسكرية بقى دي تنساها خالص، ولا مركب واحدة ممكن تعدي. وخليني أرجع لموضوعي. المهم، جه الشاه ينقلب على الأمريكان، وبعد ذلك الأمريكان غضبوا عليه وكانوا مجهزين له الخميني، وده سر ان فرنسا احتضنت الخميني. الناس دي ما بتحتضنش حد ببلاش يا جماعة. يعني الخميني جه انقلب على من؟ انقلب على شاه ايران. طب ليه؟ لانه الغرب دعم الخميني. طب الغرب دعم الخميني استفاد ايه؟ استفاد ان هو يتخلص من شاه ايران اللي هو في هذا الوقت كان من اجل بلده او من اجل بلاده بيأمم البترول الايراني. وطبعا استغلوا حتة الدين والامام الخميني وعملوا للضجة الاعلامية الكبيرة اللي انتوا شفتوها وعرفتوها، والناس اكلوا المقلب وشربوها. وجه الخميني، وبعد ما جه الخميني قعد شوية لا بأس بها، لكن المخابرات الروسية كمان مش سكتة، راحت تواصلت مع الخميني، يعني المحاولة الثالثة في ان الروس يكسبوا الايرانيين ويخلوهم ان هم ينقلبوا على من؟ ينقلبوا على الحلف الصهيوني الغربي، الانجليز والفرنسيين وكده. ولما ينقلبوا عليهم هيستفيدوا، لما ايران تنقلب عليهم هتستفيد ببترولها وكده من جهة، ومن جهة تانية الروس هيستفيدوا منها بان هم هتبقى حليفة قوية ليهم وهتوصلهم الى مياه الخليج، وبعد كده تقدر روسيا ان هي تحميها ويقدروا يتحركوا وينطلقوا. وبالفعل يا ابو الشباب، جه الخميني برضو راح مأمم البترول بالنصائح الروسية،
وبالدعم الروسي، ولكن المرة دي بقى يا أبو الشباب الانقلاب على الأمريكان، الانقلاب على الإنجليز والفرنسيين وعلى الغرب عموما، أمريكان وغيرهم، الانقلاب عليهم نجح، ونجح بجدارة، وسيطر الخميني. بعد ما سيطر الخميني كان اللعبة اللي روسيا وإيران مدبرينها ان هم يبدأوا يخشوا على الخليج. طب هم عايزين يخشوا على الخليج ليه وعشان ايه؟ لان 40% من بترول العالم او اكتر، ممكن اكتر من كده، هو في منطقة الخليج، الكويت والعراق والسعودية وكل الخليج عشان ما ننساش حد، في عندهم من ناحية البترول اكتر من 40% من بترول العالم، وبالتالي دي ثروة ضخمة جدا بالنسبة للروس، ولما بتسيبها للامريكان بتتضرر. ليه بتتضرر؟ لان الامريكان بياخدوا البترول الخليجي يحاربوا به البترول الروسي في السوق العالمي، وده بيضعف الاقتصاد الروسي، والصراع كله جاي من هنا. فجات الفكرة اللي بعديها ايه؟ جات الفكرة اللي بعديها ان هم حبوا ان هم يعني ياخدوا صدام كمان في صفهم وكده. يبدو ان صدام كان مخدوع كثير جدا في الغرب، المهم ما نفعتش الحكاية دي، دخلوا معاه في موضوع حرب. فطبعا الوقت هيجي الخميني يرفع شعار ايه؟ هيقولك احنا بنحارب العراق عشان ناخد البترول بتاعها، ولا هيقولك احنا بنحارب العراق عشان نخش على الكويت والسعودية في سبيل الروس؟ مش هينفع. يعني باختصار، لا صدام كان بيحارب في سبيل الله، ولا الخميني كمان كان بيحارب في سبيل الله. صدام كان بيحارب يعني عنده بقى، ده صدام ده لوحده عايز حلقة كبيرة، بس على الاقل اقل ما نقول فيه ان هو كان بيدافع عن بلده. بس حقيقة غلط، صدام كان المفروض ان هو دخل في حلف ايران وفي حلف ايران مع الروس، وكان هيركع امريكا، بمعنى كلمة هيركع امريكا. على الاقل كان اعاد التوازن للعالم الاسلامي، لكن الفرصة دي فاتته، لان هو كان بيفكر ان هو يعمل لوبي عراقي في امريكا، وبعد كده يسيطر على القرار في امريكا. كان في موال تاني، انا هبشرح لك افكار صدام بعد كده في حلقة خاصة بها. فطبعا ايران من ساعتها بدأت ان هي ترفع شعار المقاومة، وشعار المقاومة الصهيونية في المنطقة. وطبعا انا هقول لك لما تشوف افعالهم، هم فعلا صح بيقتلوا في اهل السنة، لكن هم في نفس الوقت فعلا بيعرقلوا المصالح الصهيونية في المنطقة، ودي محدش يقدر ينكرها. لكن هم بيقولك ان هم بيعرقلوا المصالح الصهيونية، وان هم ضد اسرائيل لاسباب دينية واسباب عقائدية، وهذا الكلام كذب، ولا يستطيع احد ان هو يصدقه ابدا. هم بيعرقلوا اسرائيل وبيعرقلوا النفوذ الصهيوني في المنطقة طاعة للروس وتبادل مصالح مع الروس. يعني لا تقول لي شيعة، ولا تقول لي أهل البيت، ولا الشعارات اللي هم بيرفعوها دي خالص. الشعارات دي هي الأهداف المعلنة، الأهداف الحقيقية هي الحلف الروسي أو الحلف مع الروس عشان خاطر إيقاف نفوذ الصهاينة في المنطقة، مش عشان هم بيحبوا أهل السنة، لا، إنما عشان هو النفوذ الصهيوني في المنطقة خطير عليهم، والدور جاي على إيران، ولو نجح الدور في إيران هيتطور الدور وهيجي على الروس، وهتمشي بالشكل وهيمشي الدور بالشكل دوت. فالتانيين قارئين الموضوع من بدري وفاهمينه من بدري. طبعا بعض الإخوة هيقول لي ده إسرائيل هي اللي صنعتها روسيا وكده، وستالين هو أول من أنشأ إسرائيل، أهو كان صاحب الفكرة. هقول لك الكلام فيه حق وفيه باطل، ولما تعرف الظروف بتاع ستالين وإيه اللي حصل بالضبط، دي هعمل لك حلقة عن إسرائيل عشان خاطر تعرف إيه هي الملابسات اللي حصلت بالضبط، وليه ستالين وافق على إنشاء إسرائيل، وليه بوتين النهاردة بيحاول إن هو يفكك إسرائيل وبيعمل على هذا الشأن. الخلاصة يا جماعة، لو افترضنا أن إيران الأهداف المعلنة بتاعتها هي القدس، طب فيلق القدس اللي هم عملوه؟ ما ضربش رصاصة واحدة ولا أطلق صاروخ واحد على القدس لحد النهاردة،
ولكن هو اسم فيلق القدس ولكن ليس له أي علاقة بالقدس. الحقيقة أن إيران عمالة تضرب في الدول العربية، وهي بتضرب في الدول العربية بأوامر روسية، وبتضرب في الدول العربية طاعة للروس، لأنه روسيا بتضغط على الدول العربية، لأن الدول العربية للأسف الشديد جدا لسه أسوأ من إيران كمان، لأنهم بيدوروا في فلك الأمريكان وبيعبدوا الأمريكان، ومحدش فيهم متصور أن الأمريكان بيتهزموا أو تهزموا، ومحدش فيهم بيخرج عن طاعة الأمريكان إلى الآن. يعني الصراع بين إيران وبين الدول العربية هو صراع مصالح. الدول العربية عبيد للصهاينة، وإيران عبيد للروس، والمعركة شغالة بهذا الشكل، لا فيها لا فيها بعد عقائدي، ولا فيها أخلاق، ولا فيها أي شيء. عايز تتأكد من الموضوع دوت، حاول تخش على اليوتيوب وتستمع لكلام الأمين العام لحزب الله السابق، كان اسمه اعتقد صبحي الطفيلي، وشوف وهو بيفضح إيران وبيفضح الحزب وبيفضح حسن نصر الله وبيطلع أسرارهم، وبيقول لك أمور يعني على المفتشر، تستطيع أنك أنت ترى هذه الأمور في اليوتيوب. إيران بقى من الناحية التاريخية تختلف عن تركيا تماما. إيران من الناحية التاريخية لم تفتح بلد كافر واحد. إيران من ساعة ما تم فتح فارس، ومن ساعة ما إيران جالهم الفتح الإسلامي، وهو كل تركيزهم وكل ردة فعلهم على ان هم ينتقموا من العرب، على ان هم يبدأوا يغزوا الدول العربية، غزو ثقافي، غزو فكري، قال لك اهل البيت اتظلموا، مش عارف ايه. انا ما اعرفش اهل البيت نفسهم ما اشتكوش من الموضوع ده، والقصة دي ما طلعتش اصلا الا بعد الفتنة الكبرى وبعد الحاجات دي يمكن 400-500 سنة، يعني كلها افكار جديدة، يمكن 700-800 سنة كان كمان، يعني كلها افكار جديدة، يعني كل ما بتتفتق ذهنهم عن امور بايه بيعملوها مرة تانية. فالخلاصة دي إيران الحقيقية، إن هي مع حلف الروس ضد حلف الصهاينة، والبغال حكام العرب مع حلف الصهاينة ضد حلف الروس، ولذلك تجد الصراع، يعني هو باختصار مش صراع ديني ولا صراع عقائدي، هو صراع على المصالح. الكلب بتاع الروس بيهوهو أو بيهبش في الكلاب العرب أو في البغال العرب، فدي محصة لدي. رجاء بقى للإخوة المساعدة في نشر القناة، بأنك أنت ولو صديق واحد كل أسبوع أو كل شهر، أنك أنت يعني تعرض عليه القناة، ربما تعجبه ويدخل فيها، لأن زي ما قلت لكم من قبل أن القناة بتتحارب، وطبعا احنا هنستعين بالله سبحانه وتعالى، وطبعا أنا يعني هطلب من إخواني أن هم يعنونا على نشر القناة، وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.